مساء الخير مشاهدينا ومستمعينا، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة بتوقيت السعودية، نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج، وهذه أبرز عناوين اليوم. بلينكين يؤكد من الكويت عدم رغبة الحوثيين في الحل السياسي ويجدد إدانة الهجمات على السعودية. توجيه الملك سلمان وصول أول رحلات الجسر الجوي السعودي لإغاثة ماليزيا من جائحة كورونا. عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني تدخل مراحلها الأخيرة، والعربية تتابع من غرفة العمليات. في الرابعة أيضا، أكثر من 26 مليون جرعة لقاحات في السعودية، والأحساء تقترب من تحصين كامل سكانها. افتتاح أول محطة محلية في السعودية لاستقبال سفن الكروز السياحية في ميناء جدة الإسلامي. أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن واشنطن تسعى لتعزيز الشراكة مع الكويت. وأشاد بلينكين خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح بقرار السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن، مشددا على ضرورة وقف الحوثيين لاستهداف السعودية والتصعيد في اليمن، كما أكد أن الحوثيين لم يظهروا رغبة في الانخراط في الحل السياسي للأزمة. وفي تطورات المفاوضات مع إيران، أعلن بلينكين استعداده للعودة إلى فيينا، لكنه شدد على أن المسار التفاوضي لن يستمر بدون سقف زمني. في اليمن يقع العبء على الحوثيين، ومن الضروري أن ينخرطوا بجدية ونوايا حسنة للمحادثات، ونحن نثمن على الخطوات التي اتخذتها السعودية للمضي في هذا الاتجاه. عندما تتعرض المملكة لأي هجوم قادم من اليمن والحوثيين فهذا أمر مدان، والحوثيون فشلوا في الانخراط في العملية السياسية، وهذا ما توصلنا إليه. ولا بد للحوثيين أن ينخرطوا في هذه المحادثات ووقف الهجمات والصواريخ على الأراضي السعودية. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على أن واشنطن متمسكة بعلاقاتها مع الكويت وتعمل على تعزيز هذه العلاقة وتمتينها في المستقبل. في وقت تشتد التحديات العالمية، فإنه من الضروري أن يكون لدينا أصدقاء من أجل العمل على حل المشاكل ومشاطرة الأهداف، والكويت هي واحدة من هذه الدول، ونشعر بالفخر بهذه الصداقة وممتنون لهذا العمل المشترك، ونعمل على تعزيز علاقاتنا في المستقبل. من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين القضايا الإقليمية، وأن لدى البلدين تطابقا في وجهات النظر. ناقشنا العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ولله الحمد هناك في توافق وتطابق في الرؤى بالنسبة إلى القضايا الإقليمية والدولية، حيث كلا البلدان يؤمنان بإضفاء عناصر الموجودة في القانون الدولي والواردة في ميثاق إنشاء منظمة الأمم المتحدة. انضم إلينا من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. دكتور، التوقيت مهم والقضايا مختلفة، ولعلي أبدأ معك بأولاها، موضوع اليمن والحرب المستمرة فيه. الإدارة الأمريكية، هناك تحركات دبلوماسية على أكثر من مستوى، تيموثي ليندر كينج نائبة وزير الخارجية في مسقط، اليوم كذلك بلينكين في الكويت. الملاحظ أن هناك تغير في اللهجة الأمريكية كما يرى البعض، لكن هل هناك حراك مغاير أو موقف مغاير للموقف الأمريكي في التعاطي اليوم مع هذه الأزمة في اليوم؟ حياتي أستاذ خالد لك وزملائك وللمشاهدين الأعزاء. يعني أنا أعتقد أولاً هي هذه الزيارة جاءت هي الأولى الحقيقة لبلينكين منذ تولى منصبه، بمناسبة مرور يعني 60 عام على العلاقات الدبلوماسية. العلاقات الكويتية الأمريكية أقدم من ذلك بكثير. المستشفى الأمريكي في الكويت منذ يعني ما أكثر من 80 عام. على كل حال، الحقيقة ردا على سؤالك،
أنا أعتقد أن الأمريكان اختبروا الحوثيين وحاولوا قدر الإمكان أن يعطوهم نوع من الرفع المعنوي عندما رفعوهم من قائمة التنظيمات الإرهابية على أمل أنه ينخرطوا في العملية السلمية. لكن للأسف الشديد اتضح للأمريكان باعتقادي الآن أن هذه العصابة لا تعرف إلا قيمة إلا الانتصار حتى لو أبادت اليمنيين كلهم. ولذلك الآن الأمريكان بدأوا التصريحات، بعثوا بالمبعوث تيم ليندر كينج، ويبدو أن بعد جولات من المحادثات سواء مع الحوثيين أو مع الأخوة في عمان أو في الكويت أو إلى آخره، أدرك أن هؤلاء لا يريدوا حلا سلميا، يريدوا أن يستولوا على السلطة بالقوة. ولذلك بدأوا الأمريكان الآن يرسلوا إشارات واضحة، إما أن تكونوا ناس جزء من العملية السياسية وإلا فأنتم الحقيقة تسعون إلى الدمار والحرب في بلدكم. وبالتأكد الحقيقة أنا باعتقادي لما يؤكد على ضرورة الحق السعودية بالدفاع عن نفسها والموقف الإيجابي لها، هذا أيضا خطوة أيضا الحقيقة تردع الحوثي وتردع من يقف وراء الحوثي. جيد، هناك تأكيد أيضا في هذا المؤتمر وهذه الزيارة على العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة. اليوم هناك انسحاب من أفغانستان، تصعيد على الأرض في أفغانستان، انسحاب من العراق. هل يمكن أن تكون الكويت هي المكان الأقرب لتقوية الوجود العسكري الأمريكي في حال احتياجه للتعامل مع السلوك الإيراني؟ هذا ما يطرحه البعض. هل يمكن أن تكون الكويت بهذا الشكل؟ سريعا. الكويت الحقيقة منذ حرب تحريرها في 1991 أصبحت العلاقات مع الولايات المتحدة يعني مختلفة عما قبل ذلك. في السابق كانت لدينا حساسية مفرطة من أي تواجد أجنبي وبالذات الأمريكي والغربي. بعد ذلك لا، الحقيقة الأمريكان موجودين والبريطانيين موجودين وغيرهم موجودين بعد الغزو العراقي للكويت. أنا أعتقد أنه الانسحاب الأمريكي بشكله العسكري سيبقى خبراء هناك، ولكن الكويت ستكون من ضمن المناطق وليس بالضرورة كل المناطق. هناك دول خليجية أخرى فيها قواعد وأماكن، لكن الكويت هي الأقرب وهي الأهم. وقد يتطلب الموقف لا سمح الله إذا تدهورت الأوضاع في العراق أن يكون هناك تدخل أمريكي بناء على طلب. بالتالي الكويت لا يمكن أن تمانع أو لا تمانع من تقوية الوجود الأمريكي فيها لهذه الحسابات. كيف؟ لا تمانع الكويت من تقوية الوجود العسكري الأمريكي فيها في حال انسحبت يعني من أكثر من منطقة. خالد، الكويت حليف استراتيجي خارج الناتو، واضح، وبالتالي تلتزم في حدود وطر معينة. الكويت دولة مسالمة لا تريد أن ينطلق منها أي عدوان، ولكن قلت لك في البداية إذا الحكومة العراقية الشرعية طلبت من الأمريكان والأمريكان موجودين بالكويت هذا موضوع آخر الحقيقة. طيب موضوع الأفغانيين أكيد الكل ينبغي مدرك أن الولايات المتحدة قوة ما تمنع على الكويت ولا غيرها. طيب موضوع الأفغانيين، مسألة إيواء 4000 أفغاني ممن تعاونوا مع الجيش الأمريكي، هذه المسألة تطرح نفسها بقوة هذه الأيام، وهناك سؤال أيضا يترافق معه حول ما وراء هذه المطالبات لإيوائهم في الخليج وفي الكويت تحديدا. يعني البعض يقول إذا كان الهدف هو انتظار ترتيبات السفر وتأشيرات الدخول لأمريكا، لماذا أصلا تتأخر هذه التأشيرات وتمنح لهم وهم الأبطال الذين تعاونوا مع الجنود الأمريكيين في أفغانستان وحاربوا حتى أبناء جلدتهم؟ أليس الأمر غريبا دكتور عايد منا؟ خالد، ليس بالضرورة أنهم حاربوا، هؤلاء مترجمين حلو. ولا يعني دورهم الحقيقة موظفين ينقلون الكلام من طرف إلى طرف. ممتاز. لكن طالبان أعدمت مطرب يا رجل، لا علاقة له ولا بالترجمة ولا بالحرب. يعني بس بس هل أمريكا عاجزة عن عمل تأشيرات لهم أو ترتيبات ونقلهم مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى دول حلف الناتو اللي كان أيضا شريكة للولايات المتحدة في الحرب في أفغانستان حتى تذهب بهم؟ هذا ما يريدون هم، أكثر هؤلاء المترجمين وغيرهم يريدون الذهاب إلى الولايات المتحدة.
لكن لا تعرف شنو ترتيبات الأمريكان، قد يكون لأمور عائلية أو ما شابه ذلك إخراجهم كلهم إلى حين، وقد الحقيقة يبقوهم في المنطقة على مقربة، ربما الأوضاع تتطور إلى بس ما الأمر مش ما يبعث على القلق دكتور سريعا عادي يعني. لا ما أعتقد بالنسبة لنا ما صحيح لا نوده الحقيقة، ولكن لا يبعث، هؤلاء سيكونون بعيد عن متناول طالبان أو غيرها من التنظيمات، وسيكونوا في منطقة آمنة، وبالتأكيد أن الولايات المتحدة ملتزمة في الحقيقة نقلهم إليها أو ضمان أمنهم وحياتهم في البلدان الأخرى. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك دكتور عايد المناع الأكاديمي والباحث السياسي من الكويت. أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام على جان أقدم على اعتناق المنهج التكفيري والانتماء لتنظيم داعش واقتحام أحد المصارف في مدينة جازان. تضمن بيان الداخلية تفاصيل الجريمة التي ارتكبها الجاني باقتحامه مصرفا في منطقة جازان جنوب السعودية، ونتج عنها مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، فضلا عن المعتقدات التكفيرية التي يعتنقها الجاني. يواصل فريق طبي سعودي إجراء عملية جراحية دقيقة لفصل توأم طفيلي يمني في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، حيث دخلت العملية المرحلة السابعة قبل الأخيرة، وهي مرحلة الترميم قبل البدء في المرحلة الأخيرة الإغلاق. أشار الفريق الطبي إلى أنه قد يتم الانتهاء من العملية قبل الوقت المحدد. من جهته قال الدكتور عبدالله الربيع رئيس الفريق الطبي المشرف على عملية فصل التوأم عائشة إن التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل النمو مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية ومزدوجة متطفلة على التوأم وتشترك معها في منطقة الحوض. تستغرق العملية التي يشارك في إجرائها 25 طبيبا سعوديا نحو 8 ساعات. الآن في المرحلة السابعة وهي إعادة ترميم الجهاز البولي والتناسلي، السابعة وليس الثامنة، السابعة، وكذلك ترميم فتحة الشرج، وكذلك تخطيط الجلد المناسب لتغطية الفراغ. تسير على ما يرام، جميع المؤشرات الحيوية ولله الحمد مستقرة. الفريق الطبي متفائل أننا إن شاء الله قد ننتهي قبل الوقت المحدد، وإلى هذه الساعة تسير على ما يرام. سوف يتبع هذه المرحلة مرحلة إقفال الجلد والعضلات، وكذلك وضع الشكل المناسب للجهاز التناسلي والبولي. ونتابع من غرفة العمليات في مستشفى الحرس الوطني مع فاطمة فهد مراسلة العربية. فاطمة أهلا وسهلا بك معنا، نتابع معكم الآن أيضا هذه الصور المباشرة من غرفة العمليات. فاطمة تسمعيني، ما الجديد في العملية حتى الآن؟ نعم أهلا خالد، الجديد أنه نحن الحمد لله نستطيع القول أن العملية على وشك الانتهاء. الآن هم في الأخيرة وهي مرحلة الخياطة التجميلية، وبعد ذلك وضع كيس لفتحة الإخراج إلى أن تتمكن الطفلة عائشة من الإخراج طبيعيا. دكتور عبيد المشعل استشاري الجراحة التجميلية هو كان مسؤول عن هذه المرحلة. دكتور كيف عدت المرحلة؟ حكينا إيش اللي صار وإيش اللي واجهته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المرحلة كانت موفقة، تمكننا من ترميم أسفل البطن والحوض والأعضاء التناسلية، والآن جالسين نقفل الجرح بإذن الله، بعدها يجي الضماد بإذن الله، وإن شاء الله يعني العملية تمت بخير بإذن الله. هل راح تحتاج عائشة في المستقبل بعد سنة سنتين ثلاثة أي عمليات أخرى تجميلية يعني تابعة لهذه العملية؟ أي عملية ترميمية يحتاج يعني مع النمو ممكن يصير بعض التغيرات أو اختلال في النمو، ممكن يحتاج ترميم في المستقبل أو تجميل للندبات أو للمنطقة نفسها، نسبة ضئيلة لكن وارد الشيء هذا إن شاء الله. متى ممكن أن نشوف طفلة عائشة تبدأ الإفاقة، مرحلة الإفاقة؟ طبعا هذه ممكن تسأل فيها دكتور التخدير، لكن إن شاء الله يمكن خلال ربع ساعة راح يبدأوا صحوها بإذن الله. شكرا لك دكتور، الله يعطيكم العافية.
كما سمعنا خالد الحمد لله أخبار مبشرة، العملية تكللت بالنجاح، باقي أن ينتهون من عملية الخياطة وضع الكيس للإخراج وبعد ذلك يبدأون بإفاقة الطفلة. شكرا جزيلا لك من غرفة العمليات مراسلة العربية فاطمة فهد. وصلت اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور أولى طائرات الجسر الجوي السعودي الذي أمر الملك سلمان بتسييره لمساعدة ماليزيا في مواجهة أزمتها مع كورونا. تضمن الجسر 200 طن من الأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية، كما ستؤمن السعودية 1,000,000 جرعة لقاح مضادة للفيروس عن طريق أحد الشركات العالمية المعتمدة لتوريد الكميات المطلوبة من اللقاحات من مصانعها مباشرة إلى ماليزيا. السفير السعودي لدى ماليزيا محمود قطان أكد للعربية على وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية السعودية إلى ماليزيا غدا الجمعة. هذه 200 طن تمثل الدفعة الأولى من مجموعة مستلزمات الطبية التي تصل إجمالي 20 طن وتصل إجمالي 200 طن، فإن شاء الله تصل اليوم وغدا تكتمل جميع الشحنات. وهذه من المساعدات التي توجه بها مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين لتقديمها بصفة عاجلة إلى ماليزيا، ولله الحمد لم تأخذ إلى 3 أيام حتى كانت وصلت إلى ماليزيا. من جهته أعرب وكيل وزارة الخارجية الماليزية عبد الرشيد يسري عن سعادته بالمساعدات الطبية التي تقدمها السعودية لماليزيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وثمن العلاقات الإسلامية والأخوية التي تربط بين البلدين. It is truly an honor for us. We are in having such a Muslim brothers like the Kingdom of Saudi Arabia that ever stands ready to assist Malaysia as we continue our fight against the COVID-19 amid the new strains of variants. Today we receive the contribution from the Kingdom. So Malaysia welcomes and we truly appreciate the contribution. في الرابعة بعد الفاصل، المنتدى السعودي للثورة الصناعية الرابعة يختتم دورته الأولى مساء اليوم. أهلا بكم من جديد. تتواصل أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة الذي تستضيفه الرياض على مدار يومين. يناقش المنتدى في يومه الثاني تسخير التقنيات في خدمة المجتمعات وتمكين التحول الصناعي ومستقبل التمويل، إضافة إلى بناء المدن الذكية. نائب وزير الاتصالات السعودي المهندس هيثم العوهلي أعلن خلال المنتدى تفعيل شركتي جوجل وعلي بابا ملف الاستثمارات في السوق السعودية. وعلى هامش المنتدى أمس أعلن وزير الاتصالات السعودي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله السواحة عن تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. And it gives me great pleasure today to announce the opening. يسرني اليوم أن أعلن عن افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة مع زملائي البروفيسور كلاوس شواب وبورغي بريندي في مدينة الرياض وانطلاق النسخة الأولى لهذا المنتدى. هذه فرصة لجذب أفضل المواهب وتزويدهم بالتقنيات اللازمة والتنظيمات المحفزة على الابتكار. التنظيمات الملائمة للقرن 21 وتحديدا لمرحلة ما بعد كوفيد-19. كيف يمكننا إعادة صياغة التنظيمات في مجال الابتكار بشكل فوري ومرن وبتفكير مبتكر؟ من جانبه أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي البروفيسور كلاوس شواب أن تدشين المملكة لمركز الثورة الصناعية الرابعة سيطور الحوكمة ويحدث توازنا في الإبداع ويحقق المصالح الكبرى للمجتمعات.
لقد قطعنا شوطا طويلا منذ زيارتي للمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2019، حيث تشرفت بلقاء جلالة الملك سلمان، وناقشنا العديد من القضايا الهامة، بما في ذلك حوكمة التقنية، والتي نتج عنها اتفاقية إطلاق المركز، وقد أصبح حقيقة الآن. فشكرا لجلالته وحكومته على التزامها بهذا المشروع الكبير. سيساعد المركز مختلف الشركاء على التطوير المشترك لأطر حوكمة خلاقة للتقنيات، وبتوازن بين إبداع الأعمال والإجراءات، وبدعم التقنية لحل المصالح الكبرى للمجتمع. من مقر المؤتمر ينضم إلينا من الرياض مراسل العربية عبد الواحد الحميد. عبد الواحد، مرحبا بك. ماذا تناول المؤتمر في هذا اليوم؟ ما هي النتائج المتوخاة أيضا؟ نعم خالد، طبعا نحن في ثاني أيام هذا المنتدى الذي يقام على مدار يومين. هناك 8 جلسات تناقش موضوعات محددة، يشارك في هذه الجلسات طبعا عدد من المتحدثين الدوليين والمحليين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الوزراء. هذا المنتدى هو يناقش عدد من الموضوعات الهامة على صعيد الثورة الصناعية، مثل تقنية البلوكتشين وعدد من الموضوعات المتعلقة باستخدام التقنية في القطاعات المصرفية والقطاعات البنكية، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي وتحدياتها. كذلك طبعا المنتدى يستمر حتى اليوم، سوف يبدأ بعد ساعتين تقريبا من الآن. سوف تبدأ جلسات هذا اليوم تناقش فيها عدد من الموضوعات التي سوف تكون محل نقاش في 4 جلسات. هذه هي الجلسات المتبقية لليوم، كانت هناك 4 جلسات يوم أمس و4 جلسات لليوم التي يقوم عليها متحدثين كما ذكرت خالد، سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الدولي. جيد، جلسات اليوم على ماذا ستركز؟ نعم خالد، جلسات اليوم هي اللي راح تركز على استخدام وتطوير تقنية البلوكتشين في التنمية، كذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى عدد من الجلسات. كان هناك 4 جلسات أمس ناقشت موضوعات مختلفة متعلقة بتطوير الصناعات في قطاعات مختلفة، كذلك هناك جلسة متعلقة بتطوير واستخدام التقنية في القطاعات البنكية وفي القطاعات المصرفية. هناك طبعا خالد إجراءات احترازية بالتأكيد في ظل هذا المنتدى. عدد من الجلسات، هناك بعض الجلسات أو بعض المشاركين يشاركون بشكل افتراضي، بالإضافة إلى الحضور المتواجدون هنا في المنتدى في مدينة الملك عبد العزيز في الرياض. أبرز المتحدثين عبد الواحد، وهل من توصيات سيختتم بها هذا المؤتمر أو المنتدى؟ نعم خالد، هناك عدد من المتحدثين سواء المختصين في مجالات الصناعة وكذلك الأبرز، ونتحدث عن الوزراء المشاركين. يعني نتحدث اليوم هناك وزير المالية، وزير الطاقة، وزير المياه والبيئة والزراعة، بالإضافة إلى وزير شؤون البلدية والقروية والإسكان. هؤلاء هم الوزراء المتحدثون اليوم. من المنتظر طبعا أن تبدأ فعاليات المؤتمر لليوم الثاني بعد ساعتين من الآن. كذلك شاهدنا خالد تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة يوم أمس على هامش هذا المنتدى الذي أقيم بعد تأجيله مدة عام بسبب تداعيات أزمة كورونا. شكرا لك عبد الواحد الحميد مراسل العربية من الرياض. وفي الرابعة أيضا بعد الفاصل، قول القبض على ممرضين في الكويت يزورون شهادات تلقيح كورونا مقابل مبالغ مالية كبيرة. ومن أخبار الرياضة في الرابعة لكن بعد قليل، 24 إصابة جديدة بكورونا تربك تحضيرات ألعاب القوى في الأولمبياد.
لكن يؤكد من الكويت عدم رغبة الحوثيين في الحل السياسي ويجدد إدانة الهجمات على السعودية. بتوجيه الملك سلمان وصول أولى رحلات الجسر الجوي السعودي لإغاثة ماليزيا من جائحة كورونا. عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني تدخل مراحلها الأخيرة والعربية تتابع من غرفة العمليات. أكثر من 26 مليون جرعة لقاحات في السعودية والأحساء تقترب من تحصين كامل سكانها. افتتاح أول محطة محلية في السعودية لاستقبال سفن الكروز السياحية في ميناء جدة الإسلامي. أهلا بكم من جديد. شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم انعقاد محاضرة حول خطر الطائرات المسيرة قدمها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. تطرقت المحاضرة التي قدمها رئيس العمليات في القيادة المركزية الأمريكية الجنرال أليكسوس جينيكوتش إلى خطورة الطائرات المسيرة بصفتها مصدر تهديد للأمن الوطني للعديد من الدول، فضلا عن تصدير بعض الدول للطائرات المسيرة وتزويد وكلائها في دول أخرى بهذه التقنية لأغراض تخريبية وإرهابية. في الكويت ألقي القبض على ممرضين يبيعون شهادات لقاح مزورة. مباحث شؤون الإقامة أوقعت بالمزورين وألقت القبض عليهم. شاهد المتروك تتابع. هي مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، شهادات تلقيح مزورة هنا في الكويت وبمساعدة موظفين في مستشفيات رسمية مقابل المال. هي الحصانة المزورة إذا جاز التعبير. القصة مركزها مستشفى في منطقة الجهراء وأبطالها ثلاثة ممرضين عربيان وآسيوي. ماذا كانوا يفعلون؟ يسجلون الأشخاص كمتلقين للقاح في السجلات الرسمية للسلطات الصحية دون إعطائهم أي لقاح، وذلك مقابل 300 دينار كويتي أي 1000 دولار تقريباً. مباحث شؤون الإقامة أوقعت بالمزورين وألقت القبض عليهم، لكن السؤال الذي يحتاج لإجابة، ما الذي يدفع الأشخاص الذين لا يرغبون بتلقي اللقاح لدفع مبالغ كبيرة والحصول على شهادات مزورة وحصانة غير موجودة؟ من الكويت شهد المتروك، العربية. في السعودية افتتحت الهيئة العامة للموانئ أول محطة محلية لسفن الكروز السياحية بالتعاون مع شركة كروز السعودية. تتضمن المحطة صالة ركاب تتجاوز طاقتها الاستيعابية 2500 راكب، وتقع المحطة في ميناء جدة الإسلامي، وتسهم في تعزيز رحلات السياحة على ساحل البحر الأحمر وفي دعم نمو القطاع السياحي السعودي. وتنطلق الجمعة ولأول مرة من ميناء جدة الإسلامي أكبر سفينة كروز في البحر الأحمر، حيث تبدأ رحلاتها من جدة مرورا بينبع والأردن ومصر قبل أن تعود إلى جدة من جديد. مع كروز السعودية ولأول مرة من ميناء جدة الإسلامي تقف أكبر سفينة كروز في البحر الأحمر بأكثر من 2000 غرفة، 30 مطعم وسعة 5000 ضيف. راح تنطلق سفينة MC بلسيما من هنا من جدة إلى ينبع، سفاجة والعقبة. جدة حتكون هي مركز لانطلاق سفن الكروز، وحيكون في صالة الركاب. هذه أول صالة مخصصة للكروز تم إنشاءها في الموانئ السعودية،
مرة ثانية احنا فخورين بها، وان شاء الله تكون داعم لنا لتطوير هذه الصناعة. على هذه الكروز أيضاً ولأول مرة تم اختيار 30 طالب وطالبة من كلية السياحة بجامعة الملك عبد العزيز عشان يتدربوا ويكونوا لأول مرة كوادر وطنية تعمل لخدمة الضيوف على كروز عالمية. احنا الان بصدد خدمه جميع الضيوف من داخل وخارج المملكه ابتداء من يوم 30 جولاي ان شاء الله سوف تنطلق اول رحله، حنكون في خدمه الضيوف ونحن هنا لمساعدتهم، وموقفنا هذا موقف تشريف وليس موقف تكليف لخدمه وطننا الغالي. حنيجي هنا حنتعلم على كل الاقسام، حنمر على كل قسم في اقسام الفندق فحل الكروز عموما، فحتلاقونا في كل اجزاء الكروز، فحنعدي على الانترتينمنت، الاكوا بارك، الريستورانت، يعني على كل الاجزاء زي الهوسبيتاليتي في الفنادق عندنا هنا برضه في الكروز. أعتقد أن الزبائن في السعودية سيحبون وسيقدرون نوعية ورفاهية هذه السفن، إذ أن لديها الكثير من وسائل الراحة والكثير من العروض والمطاعم ووسائل التسلية والمسارح والأندية الصحية للعائلات والمسافرين، وأعتقد أنهم خلال هذه الجائحة سيحبون أيضا التواجد في مكان آمن ويستمتعون بزيارة شواطئ جميلة على البحر الأحمر في الأردن ومصر. تجاوزت جرعات اللقاحات المعطاة في السعودية 26 مليون جرعة حتى الآن، أعطيت للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم، وتقترب محافظة الأحساء من تحصين جميع سكانها البالغ عددهم حوالي 1,800,000 نسمة بعد تلقي أكثر من 86% منهم جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات. من مركز اللقاحات في الأحساء ينضم إلينا مراسل العربية سالم الراجح. سالم مرحبا بك، يبدو أو هل ستكون الأحساء أو المحافظة بذلك محصنة بالكامل في السعودية؟ أهلا خالد، نعم تحقق الأحساء شرق السعودية أرقام متقدمة فيما يتعلق بنسب التحصين. عدد المستهدفين في عملية التطعيم بمحافظة الأحساء 1,300,000 شخص من قبل وزارة الصحة. نسبة كبار السن المحصنين في محافظة الأحساء بلغ 93%، طبعا سواء محصن بجرعة واحدة أو محصن متعافي. إذا ما تحدثنا عن نسب التحصين بإجمالي السكان خالد، فهو كما ذكرت يتجاوز 85% من تلقى جرعة واحدة على الأقل في محافظة الأحساء. طبعا مراكز اللقاحات بالأحساء تقدم يوميا ما يقارب أو ما يتراوح ما بين 20,000 إلى 30,000 جرعة يوميا. نحن الآن في المركز الرئيسي بمركز اللقاحات الرئيسي بمحافظة الأحساء نرى حركة هادئة نوعا ما مقارنة بمراكز اللقاحات الأخرى، سواء في تحديدا مركز الظهران الرئيسي في الدمام والخبر نرى حركة أقل. هنا يبدو أن الأمر تفسره الأرقام المتقدمة التي حققتها محافظة الأحساء في عمليات التطعيم، كما ترى الصورة هذه، رغم أن تاريخ 1/8 تبقى عليه يومين، وفي هذا التاريخ لن يكون مسموح لأي شخص بالدخول إلى المنشآت العامة أو الخاصة إلا أن يكون شخص محصن. خالد، إذا ما تحدثنا عن الجرعة الثانية بالسعودية بشكل عام، فإن عدد الحاصلين على الجرعة الثانية حتى الآن أكثر من 7,500,000 شخص. هذا الرقم يتسارع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بلغ من تلقى الجرعة الثانية في السعودية أكثر من 20% من إجمالي عدد السكان. طبعا تزايدت أهمية الحصول على الجرعة الثانية بحسب وزارة الصحة
الصحة في ظل وجود عدد من المتحورات التي تنتشر في عدد من دول العالم، ويلزم لمكافحتها الحصول على التحصين الكامل، وهذا الأمر الذي تتجه. بس ليش الحسب الذات يعني اللي ممكن تصل إلى المركز الأول في عملية التحصين؟ يعني هناك محافظات أخرى أقل عدد سكان، ويمكن حتى نسبة المحصنين أقل من الموجود. إيش السر في الحسب؟ خالد، نسبة حصول أو نسبة 86% من إجمالي عدد سكان في الأحساء لا يعني أن لا يعني عدم وجود مدن أخرى في السعودية حققت أعلى من هذا الرقم، ولكن الرقم المنشور حاليا يخص محافظة الأحساء، بمعنى أن وزارة الصحة لم تنشر كافة نسب تغطية الأشخاص المحصنين في مختلف المدن السعودية، ولكن الرقم المنشور في الأحساء هو رقم متقدم دون أن نقارن بين المدن في ظل عدم نشر كافة الأرقام خالد. ولكن الشيء المهم أيضا هو حصول 93% من عدد كبار السن في الأحساء أيضا على جرعة واحدة على الأقل. يعني حتى نفهم أنه الأحساء فقط هي الأرقام المنشورة فيها، لم تنشر الأرقام في محافظات أخرى، بالتالي لا يمكن أن نطلق بأن الأحساء ستكون هي الأولى في مسألة التحصين، عكس ما أو ربما هي الأولى حتى الآن لأن هي المنشورة فقط. بالضبط، الرقم المتاح حاليا لنسبة أشخاص المحصنين بالنسبة لعدد السكان في كل مدينة هو فقط بالأحساء، ولكن أيضا النسبة هي مرتفعة إذا ما تذكرنا أن الأحساء تعتبر من أكثر المدن السعودية في عدد السكان بعد تقريبا الرياض ومكة المكرمة بها أكثر. يعني أنا كنت مثلا أقول أن نسبة إقبالهم أعلى مقارنة بمحافظات، وهنا ممكن نطرح تساؤلات عن الوعي في الأحساء أكبر، فهمت شلون؟ هذا اللي قادني للسؤال في هذا الموضوع. سامحنا. لا خالد، لا يمكن المقارنة بين مختلف المدن في ظل عدم نشر كافة الأرقام، فقط الرقم المتاح هو ما يتعلق بنسب المحصنين بمحافظة الأحساء، وهو رقم مرتفع ولافت، وهو يعطي مؤشر إيجابي لنسب التحصين في المحافظة. واضح، شكرا جزيلا لك. من الأحساء مراسل العربية سالم الراجع. محمد القناص الآن في آخر أخبار الرياضة. أخبار رياضة حياكم الله. أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الخميس دخول الفريق الأول لكرة القدم للعزل الطبي بعد إصابة لاعب الوسط التونسي حمزة رفيعة بفيروس كورونا، ويلعب رفيعة في الفريق الرديف ليوفنتوس، إلا أنه تدرب مع الفريق الأول مؤخرا بحسب المتحدث باسم النادي، وينطلق موسم الدوري الإيطالي في 21 أغسطس، حيث يستهل يوفنتوس مشواره بمواجهة مضيفه أودينيزي. أعلن ريال مدريد الخميس عن تجديد عقد ظهيره الأيمن داني كارباخال حتى 2025، وأغاب كارباخال عن الكثير من مباريات الموسم الماضي للإصابة، حيث خاض فقط 15 مباراة في كافة المسابقات مع الريال، وغاب كذلك عن قائمة إسبانيا في بطولة أوروبا الأخيرة للإصابة. كشفت مجلة كيكر عن تحديد 10 أغسطس المقبل موعدا لتقديم هانز فليك مديرا فنيا جديدا للمنتخب الألماني لكرة القدم، وسيتولى فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ المهمة خلفا ليواخيم لوف، وستكون المباراة الأولى لفليك مدربا للمنتخب الألماني أمام منتخب ليشنشتاين خارج ملعبه في 2 سبتمبر المقبل، قبل أن يقود المباراة الأولى له في ملعبه حينما يواجه منتخب أرمينيا في 5 من الشهر ذاته، وبعد ذلك ب3 أيام سيواجه منتخب أيسلندا. أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية إصابة كاندريكس بطل العالم 2 في القفز بالزانة بفيروس كورونا، ونقله إلى الفندق الذي تقيم فيه الحالات المصابة بالوباء خارج القرية الأولمبية، حيث سيبقى في معزل. وكان كاندريكس قد توج بلقب العالم في القفز بالزانة 2 في 2017 و2019، وحصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو في 2016.
وخضع العديد من أعضاء فريق ألعاب القوى الأسترالي للعزل لبعض ساعات كإجراء احترازي بعد أن تدرب بعض منهم إلى جانب الأمريكي كاندريكس المصاب بكورونا قبل أن يتم السماح لهم بممارسة تدريباتهم بشكل اعتيادي. كانت اللجنة المنظمة أعلنت الخميس عن اكتشاف 24 حالة إصابة جديدة بكورونا لأشخاص لديهم علاقة بالأولمبياد، بينهم 3 رياضيين، ما يمثل أعلى عدد يومي للإصابة منذ البدء في إحصائها في الأول من يوليو الجاري. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الخميس عن تأجيل مباريات الدوري والكأس على أن يتم إعلان جدول جديد يوم الأحد المقبل. وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد أقر بتأجيل مباريات الدوري والكأس اعتبارا من أول شهر أغسطس المقبل. نهاية أخبار الرياضة، عودة الآن إلى خالد لاستكمال الربع. إليك خالد. شكرا محمد. نعود مرة أخرى الآن إلى غرفة العمليات في مستشفى الحرس الوطني لمتابعة عملية التوأم أو فصل التوأم الطفيلي اليمني، حيث نجحت العملية وانتهت كما وصلنا. تنضم إلينا من هناك مراسلة العربية فاطمة فهد. فاطمة، هل انتهت العملية تماما؟ أهلا بك خالد. طبعا. نعم صحيح، كما نرى على الكاميرا العملية انتهت الحمد لله، تكللت بالنجاح. هذه الطفلة عائشة الآن يحاولون أن نحن الآن في مرحلة الإفاقة، فيحاولون أن يزيلوا عنها تأثير المنوم والمخدر لأن تستفيق ويطمئن عليها، وينتظروها والدها ووالدتها بالخارج أيضا للإطمئنان عليها. لعل الكاميرا تتحدث وتنقل لكم الصورة. نتابع معكم الآن إذا انتهاء مراحل عملية. طبعا قبل قليل خالد اجتمع الفريق الطبي كاملا لأخذ صورة جماعية، وكانوا سعيدين. دكتور ربيع معك الآن، سلمينا عليه وباركيه بالنيابة. كيف شعوركم اليوم؟ أولا شعور سعادة. أولا يسلم عليك خالد مدخلي ويبارك لك. أهلا وسهلا بأخي خالد، الله يبارك فيك، والمباركة أولا للوطن والفريق الطبي. يرفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين، وكذلك نهنئ والدي التوأم بنجاح العملية. هذا هو إنجاز آخر في وطن الإنجازات، وطن العطاء، وطن الإنسانية. الحمد لله على هذا النجاح، وإن شاء الله أن تستمر هذه النجاحات والإنجازات بدعم كبير من قيادتنا، وكذلك إن شاء الله الفريق الطبي سوف يستمر في عطائه، وإن شاء الله اليوم نسجل 50 وقريبا نسجل 100 إن شاء الله. إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. دكتور، متى ممكن نشوف عائشة بصحتها وعافيتها بإذن الله؟ إن شاء الله خلال 4 إلى 6 أسابيع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. كما رأينا خالد الحمد لله تكللت العملية بالنجاح. الآن سيتم نقل الطفلة عائشة من سرير العمليات إلى هذا السرير لينقلوها إلى العناية المركزة، حيث ستبقى هناك عدة أيام وربما عدة أسابيع حسب وضعها وشفائها. هنقدر نطلع نشوف والديها فاطمة أو على النشرة الجاية حنتابع معك ومع والديها إن شاء الله. عموما حسب ما شاهدنا الآن نهاية أو نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني. عائشة، كنا معكم في متابعة لتفاصيل ومراحل هذه العملية من بدايتها وحتى الآن مع الزميلة فاطمة فهد من غرفة العمليات في مستشفى الحرس الوطني في الرياض. شكرا لك فاطمة. فتاة من مدينة جدة عملت في محل لبيع الدراجات، تطور الأمر بعد ذلك لتعلم قيادة الدراجات للنساء من خلال فريق قامت بتأسيسه يضم سيدات في مختلف الأعمار. محمد الزهراني يتابع. سمر رهبيني
فتاة سعودية قادها الشغف برياضة الدراجات لافتتاح متجر للدراجات الهوائية، وذلك قبل تأسيسها فريقا نسائيا في جدة أطلقت عليه اسم فريق الشجاعة. السبب اختيارنا للاسم هو تشجيع النساء على ممارسة رياضة الدراجات وتحفيزهم على ممارسة هذا الشيء وكسر حاجز الخوف وإثبات أن المرأة لا تقل إمكانية عن الرجال في المجال الرياضي. يستقطب هذا الفريق النساء من مختلف الأعمار ويقوم بتدريبهن على قيادة الدراجات في الشوارع العامة. يوجد في فريقنا سيدات من مختلف الأعمار بداية من 10 سنوات إلى ما بعد 60، وطبعاً لكل فئة سواء كانت فئة عمرية أو لياقية لها التمارين المناسبة لها خلال الأسبوع. يحرص أعضاء الفريق على حضور التمارين الأسبوعية الصباحية ثم الانطلاق بجولات جماعية في أرجاء المدينة. بالنسبة للتمارين الأسبوعية الصباحية عندنا تمرينين في الأسبوع اللي هما الجمعة والسبت، طبعاً إحنا بنسويها في منطقة تاريخية في البلد، لأنه الهدف اللي هي إظهار جمال مدينة جدة، بننزل صور في مواقعنا في مواقع التواصل الاجتماعي، بنزور أماكن تاريخية، وطبعاً التمارين عائلية عشان نقدر ننشر ثقافة الدراجات بين أكبر فئة ممكنة اللي هي فئة العوائل. يتطلع هذا الفريق إلى زيادة نسبة الممارسة لرياضة الدراجات والمساهمة في تحقيق مجتمع صحي رياضي. محمد الزهراني، العربية، جدة. غار قيس في جبل التوباد شاهد على واحدة من أشهر قصص العشق عند العرب، نتابع مع خالد الزهراني. العرب حبهم بالمعالم الجغرافية والشواهد السماوية، وهم يذكرون المكان والزمان والنجوم، ليش؟ حتى لا تنساها البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أهم الشواهد المكانية لأعظم نوادر الحب البشرية غار قيس الموجود بجبل التوباد بلغيل بليلى، وليلى هذه مسماه على ليلى العامرية معشوقة قيس ابن الملوح. ولذلك يوم دارت الدنيا بقيس وراح للشام وراح لليمن وبدأ يدور بنجد يدور ليلى، وقفت عينه على جبل التوباد فقال: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وهلل للرحمن حين رآني، وأذرفت دمع العين لما رأيته، ونادى بأعلى صوته فدعاني، فقلت له: أين الذين عهدتهم حواليك في خصب وطول زماني؟ فقال: مضوا واستودعوني بديارهم، ومن ذا الذي يبقى مع الحدثان. فالأماكن القصية ملتقى العاشقين، والسماء تهيج أحاسيسهم، ولهذا قيس بن الملوح لا منه جاء الجبل التوباد يربط فرسه في ناحية منه ويرى النجم الجدي ويقول: فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا، ولا صرت ميلا من دمشق وقد بدا سهيل لأهل الشام إلا قد بدا ليا، ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح جانية، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، تراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أحيا الطبيب المداوية. أختم بالعناوين. بلينكين يؤكد من الكويت عدم رغبة الحوثيين في الحل السياسي ويجدد إدانة الهجمات على السعودية. وبتوجيه الملك سلمان وصول أولى رحلات الجسر الجوي السعودي لإغاثة ماليزيا من جائحة كورونا. كاميرا العربية تبث على الهواء مباشرة قبل قليل نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني.
أكثر من 26 مليون جرعة لقاحات في السعودية، والأحساء تقترب من تحصيل كامل سكانها. وافتتاح أول محطة محلية في السعودية لاستقبال سفن الكروز السياحية في ميناء جدة الإسلامي. إلى اللقاء.